Bon. Alors, l'art d'Yana, ou la différence entre le sport, le PS et les APSA, réalisé et présenté par Mademoiselle Nzaha. غادي نعطيكم واحد بيتي غوماك المهم هذا العرض اللي غادي نخدموه هو واحد تيب ديال ديزيرتاسيون اللي كان ديجا تحط سنوات الفريطه وتقدروا تعتمدوا عليه يعني كوم ميثودولوجي اوسي كوم باجاج واللي بغى المزيد من ديزيرتاسيون دونك زور القناه او بي اس ماروك وشاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. Donc, on va commencer la baraka avec l'introduction. Donc, dissertation d'Yana, introduction, développement, ou une petite conclusion. Donc, d'abord, une double introduction. Le PS est la discipline d'enseignement qui s'appuie sur les APS dans un cadre institutionnel et de manière systémique. Elle est très bénéfique pour la santé et pour une meilleure vie. Donc, comment peut-on définir ces deux thèmes, EPS, APSA, et quelle est la relation entre eux et aussi avec le sport? Donc, qu'est-ce que je veux dire? L'EPS, c'est une thérapie bédanie. Nous avons un peu de temps à la thérapie bédanie. Nous avons un peu de détails, nous avons un peu de détails, nous avons un peu de détails sur la thérapie bédanie et le tarif. La thérapie bédanie est une méthode تعلمية بحال بحال كاع المواد الاخرى اللي كتعتمد على الانشطه البدنيه والرياضيه في واحد الاطار مؤسساتي ودو مانيير سيستيميك يعني حسب واحد المنهجيه فيها قوانين ايتو دونك هنا لو بي اس يعني في هاد لي تري بينيفيك يعني هي مفيده للصحه خصوصا يعني وفايد ذكرنا مع الاستاذ المزايا ديالها على الصحه مثلا نعطي هنا واحد الامثله ديال بريفونسيون ديابيت اميليور لو سومي رونفورس ليميونيتي يعني المناعه وايضا يعني ميور في بحال كومونيكاسيون افيك لوتروي اتر اوتونوم ريسبونسابل اي بلان دو شوز بور اون كاليتي دو في. دونك هنايا غادي نبداو في العرض ديالنا اللي غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي ديجا كنا طرحناها بغينا الديفينيسيون ديال لو بي اس ابري ابي اس ا ابري سبور دونك هنايا غادي نبداو بلو بي اس دونك ديفينيسيون دو لوديكاسيون فيزيك اي سبورتيف لو بي اس ات اون ماتيير دونسينيومون faisant partie du système éducatif et intégré dans tous les niveaux scolaires. Donc, il y a une méthode de il y a une méthode de donc, il permet le développement et ou l'entretien des capacités motrices ou qualités physiques, telles la souplesse, la vitesse, la force, l'endurance, la sollicitation des capacités psychomotrices, telles la coordination, équilibre, synchronisation, vitesse de réaction, schéma corporel, l'acquisition des habiletés techniques ou tactiques, dribble, tir, passe, significatif des pratiques sociales de référence bébé, le gymnastique, le course de haie. Donc, هنايا بأن التربية البدنية شنو بيقولوا لنا هنايا بأن التربية البدنية هي اللي كتنمي وكتطور القدرات يعني الكاباسيتي فيزيك القدرات البدنية بحال السرعة القوة الجلاد والتحمل وأيضا هي بناء القدرات الحسية الحركية الكاباسيتي بسيكوموتريس لا سوليسيتاسيون دي كاباسيتي بسيكوموتريس بحال تناسق التوازن السنكرونيزاسيون يعني التزامن مثلا الحركة التزامن ديال اليد
مع الرجل يعني في نفس الوقت كيتحركوا في نفس الوقت يعني التزامن. وبالنسبة فيتيس دو رياكسيون يعني كتكون واحد السرعة في ردة الفعل وشيما كوربوريل يعني كتقدر دير واحد الشيما مثلا بالجسم ديالك مثلا في الجمباز بحال الشونديل لا غو بلوزيغ دونك شيما. بالنسبة لاكيزيسيون ديزابيليتي تكنيك او تاكتيك مهمة راها باينة هي يعني اكتساب واحد واحد تاكتيك مثلا بحال الدريب الباس او تير. بالنسبه للسينيفيكاتيف دي براتيك سوسيال دو ريفيرونس دونك اكتساب واحد دونك هنايا هاد البطولات اللي كدار مثلا على برا بحال الباسكيت الهوند الكورس دو هي كوم براتيك سوسيال دو ريفيرونس هي راه نفسها اللي كنديروها في المؤسسه التعليميه. Cependant, le rôle qui incombe à l'EPS est plus large dans la mesure où elle agit de manière significative sur les autres dimensions de l'élève, à savoir le domaine cognitif, l'acquisition des connaissances liées au règlement, l'acquisition de méthodes de travail socio-affectives, favoriser le courage de l'élève, développer l'esprit d'initiative, permettre d'intégration au groupe, initier à la prise de responsabilité, faciliter la communication avec l'autrui. Donc, هنايا الدور ديال التربيه البدنيه دونك هنا بغيت نقول بان الدور ديال التربيه البدنيه راه ما منحصرش غير في هاد اللي ذكرنا يعني الكاباسيتي فيزيك وهذا القدرات الحسيه الحركيه اللي هي بسيكوموتريس راه عنده تاثيرات اخرى يعني كبيره وعلى التلميذ. مثلا عندنا المجال المعرفي اللي هو كونيتيف دونك هاد كونيتيف مين جايه من لومو كونيسونس هي اي حاجه كتتعلق بمعارف متعلقه بالقوانين طريقه العمل دونك ابروندغ ابروندغ اوسي لا استراتيجي دابرونتيساج وهي اللي كتخلي انا التلميذ يعني يكون مستقل اوتونوم. المجال الوجداني الاجتماعي اللي هو سوسيو افيكتيف دونك كل يعني كل ما هو علاقاتي يعني علاقه الاستاذ بالتلميذ علاقه التلميذ بالاداره وايضا كل ما هو سلوكي يعني الشجاعه الاندماج الاندماج في المجموعه التواصل المسؤوليه الى غير ذلك من يعني السلوكات. بس استاذ تقدر جات الديابو اللي قبل دونك هنايا كتوضيح وصافي يعني باش نزيد نوضح لكم اكثر هاد كونيتيف وسوسيو افيكتيف. دونك نقدر كونيتيف يعني هو المجال المعرفي راه هي بحال لو سافوار يعني ديك كل ما يتعلق بالقوانين لاربيتراج يعني داكشي اللي خديت. وبالنسبه للسوسيو افيكتيف دونك المجال الوجداني هي لو سافوار اتر يعني لو كومبورتمون يعني اي حاجه كتعلق بلو كومبورتمون سوسيابل اوتونوم ريسبونسابل اكسيتيرا. وبالنسبه للحس الحركي دونك هو بسيكوموتريس يعني اللي كيتعلق اللي هو savoir faire بحال ليكيليبر الكورديناسيون اكسيتيرا. وايضا هناك تسميات جداد اللي غادي نشوفوهم مع الاستاذ فاش غادي ندخلوا للمقاربه بالكفايات ليزوريونتاسيون بيداغوجيك ديال 2007 واوسي ديال 2009 اللي المهم غادي نشير لهم وصافي. المهم الكومبورتمونتال اللي هي يعني savoir être يعني سوسيو افيكتيف اللي هو المجال الوجداني الاجتماعي. وستي عندنا كونسيبتويل دونك هي المجال المعرفي او المفاهيمي يعني كونيتيف اللي هو لو سافوار. وستي عندنا بروسيدورابل دونك بسيكوموتريس اللي هي لو سافوار فير. دونك هنايا عندنا واحد الشيما الالوستري بيان لي كاليتي فيزيك اللي هما لا فورس لونديورونس هنا لا فيتيس الكورديناسيون و لا سوبليس دونك هادو راهم باينين. دونك ندوزو للديفينيسيون يعني باقي حنا بالديفلوبمون ديال ديسيرتاسيون دونك ندوزو للتخوازيام يعني تيم اللي هو لا بي اس. L'APS, ce qui concerne les APS, elle représente l'ensemble des activités physiques, jeux traditionnels, acrobaties, etc., sportifs, basket, gymnastique, football.
Elles sont considérées à la fois comme des buts et des moyens de l'EPS. Des buts parce que l'EPS doit permettre l'apprentissage des APS tels qu'ils existent en dehors de l'école pratique sociale de référence. Elles sont aussi des moyens de l'EPS dans la mesure où leur pratique n'est pas uniquement un fin en soi, mais également un support ou un prétexte pour contribuer à l'éducation intégrale de l'élève. À travers la sollicitation de ces différentes ressources cognitives, socio-affectives, psychomoteurs, et par la favoriser l'acquisition des compétences. Donc, je voudrais dire qu'on a l'enchaîté, yani l'APS, il y a l'enchaîté l'badania, ou riadia, il y a une jumoua de l'enchaîté riadia. Mathalan, l'alab taqlidia, jeu traditionnel, بحال مثلا نربطوا رجلين ديال شي لعيب ولا نديروا مثلا خنشه في رجلي ونحسبوا الوقت ديال الانطلاقه ولا شحال دار ولا المهم هذه الالعاب تراديسيونيل اون بليس ان اكروباتي يعني فاش واحد مثلا كيتلافق واحد ولا اذا عندنا ثاني لو بي اس هي واحد سوبور يعني واحد لوفي اوسي هي واحد لاكس اللي ما يمكنش الاستاذ يخدم بلا بيهم دونك هي aussi اهداف ديال لو بي اس يعني لان التربيه البدنيه والرياضه هي اللي كتسهل تعلم ديال لي زاكتيفيتي فيزيك سبورتيف كما هي موجوده يعني خارج المؤسسه اذا لي زاكتيفيتي فيزيك او سبورتيف راه هنا باش ما يقولنا عاوتاني راه ماشي غير غايه في ذاتها ولكن هي واحد الدعامه اللي كتساهم في التربيه الادماجيه للتلميذ يعني كتسهل ادماج التلميذ من خلال مختلف المصادر اللي فايت هضرنا عليهم المصادر اللي هضرنا عليهم بحال المجال المعرفي المجال الاجتماعي والوجداني المجال المعرفي يعني كونسيبتويال المجال الاجتماعي الوجداني والمجال الحسي الحركي بسيكو موتريس دونك هادشي كله غير باش يكتسب المهارات وايضا تزكيتها يعني لي بي اس كلهم غير باش يعني يكتسبوا مهارات وايضا يعني باش نزكيو هاد المهارات ايضا هي مجموعه وايضا هي مجموعه ديال الانشطه دونك امشيو للتيم التالي اللي هو السبور بالنسبه للتيم الثالث لو سبور دونك لو سبور دو كومبيتيسيون ايل ريبريزونت لونسومبل دي زاكتيفيتي فيزيك ريكلومونتي انستيتوسيوناليزي ا كاركتير كومبيتيتيف اي دون لو بوت بريمورديال سو ريزوم دون لا ريشيرش دو لا بلو هوت بيرفورمانس ايل سابوي سور دي براتيك اوبسيونيل شاكان شوازي de pratiquer son sport préféré et sur la spécialisation des entraîneurs, elle suppose un entraînement méthodique, intense, progressif. Donc, il y a le sport, il y a une mesure de l'anchaîte, le badania, les réglementés, ou l'association, ou la mise à dire, il y a une compétitive, il y a une compétition. Et l'objectif est primordial, c'est le bâtiment. انجاز يعني الشامبيونات تحكم الارقام القياسيه لي ميداي اي تو سا يعني كتعتمد على لو برودوي يعني شنو عطيتي يعني كل واحد كيختار رياضه ومن بعد يعني كل واحد كيختار الرياضه المفضله وعلى حسب التخصص ديال المدرب مثلا نهضر على الرياضه المدرسيه يعني الاستاذ مثلا كيتقن واحد الرياضه على رياضه اخرى ولا كيفضل مثلا واحد الرياضه على رياضه اخرى دونك هنايا كيحاول يجمع يعني ياخذ لي زيليت النخبه باش فهمتي يعني يعطيهم اكثر في هذا المجال هذا ولا في المجال التخصص ديالو اللي هو كيفضل ولا كيفضلوا مثلا ولا وايضا هي كتعتمد على واحد التدريبات ممنهجه وشديده وايضا يعني تدريجيه la différence n'est pas entre le PS et le sport mais entre l'école et les autres lieux où on pratique le sport.
Le sport en fait partie, savoir nager, savoir danser, savoir jouer collectif, savoir faire la roue, etc., font partie d'un bagage culturel pour tout et toutes. En effet, on fait du sport dans de nombreux endroits et à tout âge, à l'école, dans le club, au centre aéré, le dimanche sur la plage, en entreprise et dans les maisons. Donc, بأن راه ما كاينش واحد الفرق بين الرياضة والتربية المدنية، غير أن الأولى يعني تقدر تداولها في أي مكان، الرياضة تقدر ديرها مثلا في أي مكان، والثانية ما تقدر تداولها إلا في المؤسسة. الرياضة يعني تقدر ديرها من البيت ديالك، من البيت، من العمل، يعني في أي بلاصة. أما يعني لو بي إس التربية المدنية ما تقدر ديرها إلا في واحد المؤسسة تعليمية. ومثلا عطانا الأنشطة الرياضية شنو هي؟ هي السباحة، هي الرقص، هي اللعب الجماعي، إلى آخره من الأنشطة. وبالنسبة للرياضة يعني في الأخير بيقول لي بأن الرياضة يعني كتقدر ديرها في جميع الأمكنة، يعني أتو أج مثلا واحد ديال 60 يعني عنده 60 عام ولا يعني يقدر يدير الرياضة، ولكن ما يقدرش يدير يعني تربية بدنية في مؤسسة، ولكن الرياضة يعني يقدر يديرها. دونك يعني يقدر يديرها في أي مكان، مثلا ليكول، لو كلوب، سونتر ايري، يعني في النوادي، ولا في ميم يعني في المنزل، يعني يقدر يدير الرياضة. Donc, il y a un tableau qui illustre bien la différence entre le PS et le sport. Les objectifs. Donc, EPS. L'objectif est la qualité des élèves, permettre l'apprentissage des APS. Donc, je y a un objectif يعني الكاليتي دي زيليف يعني هو مختلف المستويات، يعني مستويات يعني مختلفة، يعني ما كيكونش عندنا غير مستوى واحد، يقدر مثلا نلقى في كلاس وحدة كاتخ ديال لي نيفو اي تو. دونك وعندنا بيرميت لابرونتيزاج دي زا بي اس، يعني لونسينيومو ابرونتيزاج، ابرونتيزاج يعني تعليمية تعلمية. بالنسبة للسبور هو كيقلب على لي تيتر، يعني هو ديال الهوت نيفو، يعني il cherche le victoire, le championnat، يعني هو واحد السبور ديال النخبة. il cherche aussi le produit. بالنسبة للبوبيلاسيون، دونك لو بي اس tous les élèves sont distinction du niveau de pratique. Le niveau des pratiquants est souvent hétérogène. L'effectif généralement est plus élevé. Donc, هنايا يعني ما كنختاروش هذا قوي مثلا يلعب وهذا ضعيف، يعني مثلا ما يلعبش، ما كيفهمش كل شيء كيقدر يلعب. يعني احنا في قسم ولا يعني كل شيء يلعب. يعني بالنسبه للمستوى ديال التلاميذ كيكون يعني ما متجانس، مثلا تلميذ يعني يقدر نلقاو مثلا كما ديجا هضرت، يعني نقدر نلقاو 4 ديال النيفويات في قسم واحد. يعني مثلا عندنا نيفو يعني مزيان طوب، ومثلا نيفو مويان، ونيفو يعني فهمتي فابل، ولا يعني كنقدروا نلقاو لي نيفو مختلفين. اما بالنسبه للسبور يعني للرياضه، يعني عندنا اون مينوريتي اي كومبوزي d'athlètes ou de joueurs disposant d'une meilleure qualité, le niveau des athlètes est plus homogène. Donc, هنايا بالنسبة للرياضة كنختاروا انطلاقا من لي سيز دوماس، كنختاروا النخبة اللي كنهضروا على الرياضة المدرسية، وغالبا كيكون عندنا نيفو واحد، ولا بارفوا كيكون عندنا جوج ولا، وايضا كيكون المستوى يعني متجانس في السبور بارابور لو بي اس. بالنسبة للكاراتيستيك عند ديال لو بي اس، elle est de nature démocratique. C'est un droit de tous, obligatoire. Tous les élèves doivent la pratiquer, sauf en cas de dispense. Plus polyvalente, les élèves pratiquent plusieurs APS. Donc, le PS, يعني راه يعني كتميز الكارتير ديالها راه ديموكراتيك، يعني ما كاينش فرق بين هذا مثلا ولد وهذا بنت، ولا هذا مثلا كحل، ولا هذا بيض، ولا هذا لاباس عليه، ولا يعني الديمقراطيه يعني سواسيه، يعني كل شيء لي زاليف ديالنا ولا راهم سواسيه. بالنسبه سيتان دغوا اتو، يعني هو راه واحد الحق للجميع، يعني الدوله ديالنا كتعطي فهمتي لاي واحد، مهم راه سيتان دغوا. دونك اوبليغاتوار، هو راه إجبارية على الجميع، يعني سوف باستثناء
الناس اللي دلاو بشهادة طبية كتعفيهم ولواحد المدة معينة، وهاد الشهادة خصها تكون من عند طبيب الصحة المدرسية، يعني ميسان دونجيان سكولار. وبالنسبة للبوليفالون، دونك لي زيليف براتيك بليزيور ا بي اس، وما مدري باينين، يعني لي زيليف يعني كيقدروا يديروا بزاف ديال الانشطه، لي زا بي اس مثلا الهوند كورس كذا كذا، ممكن بزاف ديال يعني بوليفالون، ما كاينش غير نوع واحد سبيسياليت ولا، يعني ممكن بزاف ديال الانواع. وهنايا كيكون يعني هنا يعني عده انشطه. وبالنسبه هنايا الفريق التربوي يعني الجروب بيداغوجيك كيعتمد على التوزيع الحلقي في بدايه السنه، يعني لا ريبارتيسيون سيكليك اللي كيكون على شكل واحد الحلقات الترني ديال سيكل ا مثلا سبور كوليكتيف، وسيكل دو سبور انديفيديال، يعني باش ما كيوقعش واحد يعني بجوج مثلا كيختاروا نفس السيكل، ولا يعني كيكون واحد لانتيرنوس مثلا بروف كيختار سيكل ا مثلا سبور كوليكتيف، ابخي كيختار واحد سبور يعني سبور انديفيديال، وهاد يعني سيكل كيكون سا ديبون على لانفراستركتور ديال ليكول، يعني ديال المؤسسه مثلا، مثلا ما كاينش تيران ولا شي حاجه، مثلا ما كاينش فين يلعبوا لي سويها ويمشي يدير في السيكل يعني لي سو، يعني على حساب لانفراستركتور اوسي ديال ليكول. بالنسبه يعني السبور، بالنسبه للسبور الي سيليكتيف الانيمين لي بلو فابل، il n'est pas obligatoire dans la mesure où elle représente l'option délibérée de celui qui le pratique, la spécialisation pratique d'une seule APS. Amma بالنسبه يعني للرياضه هنايا كنختاروا النخبه كما ديجا هضرنا، يعني par la ليس دوماس، دونك كنختاروا النخبه يعني اللي كنقصيو هنايا اللي ضعف، يعني هذا باش يعني الفرق بين السبور و لو بي اس، يعني هنايا ما كنختاروش اللي ضعف كنقصيوهم، وهي ماشي اجباريه، وايضا كتعتمد على التخصص، يعني مثلا واحد مختص في الجيم يعني كيمشي للجيم، واحد البولي مثلا كيمشي للبولي، وايضا امكانيات يعني كيما ديجا هضرت امكانيات مزاوله نشاط واحد يعني لا سبيسياليزاسيون. بالنسبه لا ديوري دو براتيك ديال لو بي اس، il est limité à 2 heures jusqu'à 3 heures par semaine. Les compétitions sont très rares et se limitent à une petite minorité intéressée par l'ISS. Donc, il y a ce que nous avons dit. Le PS a été fait مهم، راه كانت قبل 3 سوايع، ولكن حاليا راه ولات مهم ساعتين في الاسبوع. بالنسبه للرياضه المدرسيه لياسس كانت مهم واحد كاضافه، ومهم كانت السنه الماضيه 6 سوايع، وحاليا جات واحد المذكره جديده ديال 2021-2022 رجعت غير 4 سوايع، يعني الاعداديه رجعت يعني ساعتين الجمعه وساعتين الاربع، بالنسبه للثانوي يعني رجعت ساعتين الجمعه. مهم الا طبقت هذه المذكره. بالنسبه للكومبيتيسيون سون تري رار، دونك هنا المنافسات يعني كيما تقولوا في اس المنافسات كيكونوا قلال، الا يعني محاصرين غير في الجمعيه الرياضيه المدرسيه. بالنسبه للسبور يعني لا ديور دو براتيك ديال السبور بلو امبورطونت اي بلو الي دو 8 اور ان 20 اور بار سيمين فوار بلوس، لي كومبيتيسيون سون نومبروز اي بيريوديك. المهم هنايا راه باينه بالنسبه يعني الرياضه يعني كتمشي من 8 سوايع حتى ل 20 ساعه، ويقدر يكون اكثر مثلا في لي كومبيتيسيون كتكون مثلا محليه الى تاهلوا اي تو كيمشيو اقليميه ثم جهويه، ويقدر يمشيو وطنيه ولا نجحوا مثلا ولا تاهلوا ولا كيمشيو يقدر حتى دوليا. بالنسبه للمنافسات يعني كيكون تري نومبروز اي بيريوديك، يعني دائما كيكونوا وكيكونوا اكثر. بالنسبه لي كونديسيون دو براتيك، les installations et les matériels sont modestes en quantité et qualité. Les installations et les matériels sont modestes, aussi l'infrastructure عندنا بلو نومبرو اي سوفيستيكي، دونك كاينه المعدات بالنسبه للرياضه بكثره وباحدث يعني التجهيزات. دونك
وصلنا على الخاتمة يعني كم شاك ديسرتاسيون كي كون عندها خاتمة دونك بور كونكلور لي تخوا تيم او بي اس اي بي اس اي سبور سون كومبليمونتاريس دونك il n'y a pas de PS sans APS et sans sport et vice versa. Le sport est intégré au sein de l'éducation physique via l'association sportive scolaire, l'ASS. Je terminerai en disant que l'enseignement méthodique et rigoureux de l'APS favorise le développement intégral et harmonieux des différentes composantes de personnalité de l'élève. Donc, naya fil khatima, tarbiya badaniya w riyada w anshita al badaniya w riyadiya w riyada kitlab wahed dawr يعني نتكامل للدور التكامل بيناتهم يعني شي كيكمل الاخر دونك ما نقدرش نلقى مثلا التربية البدنية بدون أنشطة يعني ديال الرياضة وبدون الرياضة والعكس ايضا صحيح وباش نكمل يعني باش نكمل غادي نقول بان يعني التربية البدنية والرياضة كنقدر نرتقي بالتلميذ يعني الى اعلى المستويات الحسية الحركية الاجتماعية الوجدانية ونزيد من روح التآزر والاندماج داخل المجتمع وايضا الاستقلاليه يعني بالتربيه البدنيه كنقدر نوجد واحد الانسان سوي ومتكامل اي ميرسي pour votre attention.